اشتقت لك كتير. وأنا أكتر حبيبتي. قليلي، شو أخبار الدرس؟ الدرس كويس، الشهر الجاي بخلص السنة الثانية. حلو، يعني في أمل تجي. ما بعتقد، بابا وأخي عم يفكروا يجوا لهون. وينك جلال؟ ليش وقفت؟ لا حبيبتي، أنا آسف، بس يعني شو قصدهم هدول إنه ما يخلوكي تجي؟ نور حبيبتي، أنا هون حبيبي، مشتاقة لك كتير. حبيبتي في حدا عم يدق على الباب، برجع بحكيكي بعد شوي، أوكي؟ يلا باي. مرحبا جلال. أهلين يوسف. أنا آسف يمكن جاي بوقت مو مناسب. نوب، شو عم تحكي يا رجل؟ تفضل تفضل اقعد تفضل. أنت شباب كأنك مو على بعضك. ما في شيء، شغلة عابرة. كنت عم تحكي مع لور؟ وشو الأخبار؟ مو هلا شو بتشرب؟ لك أنا ما جاي أشرب شيء، بدي أحكي. خير يوسف، صاير معك شيء جديد؟ أحكي يوسف، وغوشتني. ما في شيء جديد، بس شو؟ مالي عارفان شو بدي لك، حاسس حالي بدوامي، مالي عارفان شلون بدي اطلع منها. لا لحظة شوي، إذا هيك القصة صار بدها فنجانين قهوة لحتى نحكي برواق.